عرفتيني سير الخدمة دابا عند سي هشام على واحد الديكور وزناه في البلافو ديال العرس، هي خديمة ماضية اللهم بارك، هي خدمة المذكور محمد علي. هي كاينين شي مبتدئين كيتعاطاو بأن راه خدامين في الدومين ديال الفاتير، ولكن عم عدينا الدومين بصح والدين العود عطينا هاد الوين هذا بيت النعاس درنا ليه السامبل العوز توه هذا واحد الديكور في المراح ديال القبس. اسماعيل القباص هو اللي خدم هاد الديكور الله يعطيه الصحة، ما عندي ما نقول احسن قباص في ولاتينا، هو اللي فاز بالجائزة في المعرض، هذا المعرض اللي فات، هو دار واحد الديكور هنايا واحد القوس، قلنا ليه هاد الشكل بحال العود، اللي شافو كيقول عود هو قبس، الخدمة ديال اسماعيل، هادي الصالون، درناها بالخيال. وهي مفتوح ديال الخيال، وديت ثلاثة ديال لي كولور، ما بغيناش نكثرو داك الصباط، داك الشي تتململو العين، ثلاثة ديال لي كولور هما لي كاينين بالنسبة للقبس، هادي واحد الزواقة، اسماعيل قباص النهضة هو لي نحتها أنا، الله يعطيه الصحة، معلم، ما عندي ما نقول، واعر، هذا واحد الديكور حط اسماعيل ديال البلازما، هي. عطينا الهوية ديالو مغير على الحيط باش يبان، كيبان بحال الخارج، هي فوق البانو ديال الحيط ديال الخيال، كيفاش داير فيروس هادي درنا فيروس، شفت الرواج كيفاش كيبان، كاين شي مساخيط معدين على هاد الدومين فتحو بعينهم الله، واحد العداد منهم كيتعداو على هاد الدومين هذا ديال السباغة، ولكن مالين ديرو الحمد لله عاقو. اي واحد بغى يصاوب شي ديكور كيقلب على المعلم وتمشي يشوف الخدمه ديالو، ما بقاوش دوك المبتدئين بداو كيقلبوا نعاقوا ليهم مالين الديور، كيكرفسوا السلعه للناس وكيقول لي بان راه درت لك ديكور الخيال وما خيال ما والو، كيضيعوا السلعه وكيضيعوا. دابا مالين الديور الحمد لله عاقوا، ولاو كيشوفوا معلم اللي في المستوى وكيشوفوا الخدمه ديالو ويشوفوا الاقدميه، وهاد المبتدئين كاملين غادي يوقفوا مازال، هادشي اللي كاين، هذا العود ضربناه في البيرلي، لاتان ديال لاكاجو، الكولوار هذا ضربناه بالسامبل، وزنا له التزويقة ديالو، هذا المراح فيها الديكور ديال القبس، اسماعيل اللي اختارو، اسماعيل هو اللي اختار هاد الديكور ديال القبس. في النيو في النيو الديكور كيكون شعر فيه الضوء داكشي مع الزرق، عطينا هذاك اللونين ديال الزرق كيطلع واعر، ولا بحال ستوديو تدخل كتقول واش ستوديو هذا، تكون مريح حتى البركه فيه مرتاحه. سي هشام صاحبنا وحبيبنا، خدمنا ليه خدمه معقوله ما يعمرها هشام الحويج الله يعمر دار ولد الناس مرضي والدي ديما ديالو طلعت واعره الفينيسيو المذكور محمد عين صداقه.